مرحبا وصباح الخير. صباح الخير اصاحبي. كتجي طويله هكا بلاتي نجي هكا. كيف نتوما؟ لاباس؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اسمع طول يقولوا عقلو في الصحه انا طويل. لا ها انت قدي ها. كيف نتوما؟ مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندنا واحد التحدي، تحدي اننا نهبطوا حتى للرينكون على الجنه. ديك الساعه نقول لكم المسافه بالكيلومتر من مرجان للرينكون، غنشوف واش غنكونوا قد التحدي ولا غنعيب. والفكره اللي عملنا العيال اننا خرجنا لهم بيكالات، انا غنصور لكم، هما دابا فاتونا راهم شفتوهم. المهم التحدي انا ومحمد، حنا ديجا وصلنا واحد النهار حتى الرون بوان درينكون وما هبطناش الحدوره. هدايه ستوب، ولكن ما نعاودو لكمش دابا غير من الدار المرجان عينا كان هدايه عندك يرتاحوا. المهم نكملوا معكم فلوق ديالنا، ولا دركنا وصلنا الرينكون نقدروا نتغداو تما ونرجعوا. يلا خليكم معنا في هاد الطريق الطويله. ها هما ماشيين قدامنا دابا، حنا في كاراتيره كبيره، ولكن المشكله وهي عندكم 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 بالحق. هنا واقيلا الطريق مزيون هيك محمد بسرحه. المهم حنا ماشيين انا هزه ماليطه دي هدايه عامله لهم فيها هدوم هاد الماء وتليفون ومسائل. محمد خصني نشري الغرس، خصني على قلبي محابق، ما عندي حتى محبقه في الدار. تو نقول لكم شحال دافوني ما بين هاد الجوج. شني شويه كنتخيلوا. شوف فين ماشي التمثيله اللي اللي فيك هاد الغوت بزاف، كتجعل العيال يخافوا اكثر من الطير. زيد كمل زيد زيد. شحال من دافوني غندافنو من هنا بينكم؟ على خاطر يطيحوا لي في شي حفره. فين هي الحفره؟ ها هي ها وطاحت تما ساعه وقع له في التراب. نري على قلب راه خليه راجل. لا والو انا ما عنديش ديك الفكره، خليه راجل خليه قاصه، خلي ولادي كنخاف عليهم ماشي شغلك. قول لهم بلاتي شويه ما نعرف انا حره. انت قبيح، انت قبيح قبيح والله الا انت اللي قبيح. اوف احدنا مستيت وغتساعدو قبل ما كيدخل لك. هدايا طاحت لها الكادينه، كطيح لها طاحت لها اكثر من ثلاثه مرات. دابا وقفنا في ليتريه باش نرخفوها لها. عاود عناها ما نعرف، السنسله كانت عندها مزيره، عرفتو اكثر من 4 ولا 5 مرات وهي كطيح لها. كنا انا وياك وصلنا ديالا بابا. شفتي راسك شنو عملتي؟ قلتي فيا. يلا زيد الاس وانت تجد وزيد. هذا هو المشاغب القسم، والله الا في مدرسه مشاغب كيتشكاو مني. صداعت الكاراتيره، ولكن بغيت نشارك معكم شنو كاين في الطريق درينكون، شنو كيصادفنا في الطريق. صراحة صادفتنا شوية بومبا بزاف د الحاجات، ولكن أحسن حاجة في طريق درينكون الناس الشمال كيعرفوها واللي جديد على تطوان، وهو هاد القصر. هاد عملو فيه كنقولو بالاس حنا في تطوان، ولا كتقولو قصر العرائس. المهم هاد شو هنايا كتجبرو البروفيل. هادي هي اللبسة التطوانية ديالنا، هيدا هي اللبسه التطوانيه ديالنا. اي زعما بيني وبينك ام القصر على الاقل غنسقسف عليها هاد العروس والعروسه. غعاود بيطو معاود بيطو، ملي خلقنا حنايا وحنا كنعرفو شو جوهر العروسه طاح. المهم هادي اللبسه التطوانيه اللي معروفه عليهم شويه صح. المهم هذا قصر العرائس في تطوان، شوفوا هادي اللبسه التطوانيه ديالنا معروفين بها الشمال تطوان. ها هي وعاملين هاد مسيو ومدام. المهم هذا هو القصر، ها هو شفتوه قصر العرائس. حنا ملي كنا صغارين وحنا كنعرفوه. شوف عامل تما سنديبات. المهم هذا هو القصر مزيون صراحه من القصوره.
المشهورين في تطوان، وتما واحد الطوموبيل راه هي ما عرف واش غتبان ولا لا. ها هي اللي بغى مثلا العروسة ما يطيحليش التليفون عندك اهو، خد كيضرب وانا مدخلي. المهم هذا هو البلاص، شنو اخذكم سيندي بعد محمد قال لي هذا هو العدول. ها شوفوا العدول، ها في الديكور مزيون هذا البلاص. انا اخذكم من اقدم البلاصات في تطوان. دابا انا كنغوت في الكاراتيرا ما عرفتش واش غيتصوت الصوت مزيان ولا لا. بحال صم كيما باش يطيح هو ماشي على رويده وحده. شو دابا هذه الدخله د مارتين اللي على الشمال، هذه كدينا المارتين على الشمال، هذه الرون بوان. الناس الشمال كيقولوا الرون بوان ضد دار الشوكولات باش معروفه. واذا طلعنا على الشمال هذيك هي الطلعه د ناردين اللي كنمشيو لهذيك كافي ناردين ديجا صورنا هود واخا تسكت. يعني حنا وصلنا الرون بوان اللي كدينا المارتين وباقا الطريق دري نكون بعيده شويه، باقا واحد طواله. محمد عيتي تينا؟ لا ماشي مزيان، غير العيال ما خصنيش يعيا. هاد الاستراحه اللي فيها هاد القاعه، هاد القاعه يلا جدوا لها البلاك راه حتى ما كتخدمش بزاف كنظن، ولكن حتى هي بلاص كاين الناس اللي كتعجبو. شوفوا شنو جبرت شابينيو، ما عرفتش واش هذا اللي كيتكال محمد. والله الا شابينيو اول مره غنشوفو هكا مغروس. شوفوا شوفوا والله الا شابينيو ما عرفتوش واش هذا اللي كيتكال. شوفوا عافاكم هاد شابينيو اللي شفت قولوا لي واش كيتكال ولا لا، اذا كان كيتكال غنرجع موراه، الا ما كانش كيتكال اوكي حيتاش لا 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 بصح هنايا كيسقيو بالماء ماشي ديال الشرب، كيكتبوها عندنا في بلاكات هنا في تطوان السقي بالماء غير صالح للشرب، يعني غيكون هاد شابينيو غير صالح للاكل كنظن. يعني هذا محمد كامبود مغرب تطواني، هذا فين كيترينارو هنا، وهنايا ديك قهوة د الكامبو. المهم هادي هي الطريق ديالنا دابا. في هاد اللحظة العيال عياو قربنا نوصلو، عياو بدا محمد كيجرهم هنايا، طلقو لنا بيكالات وبداو كيخلفو على رجلو، ومحمد بدا كيجرهم بحال هكا. ولكن دابا صافي راه قربنا، انا صراحه ما عيتش واخا كلهات ولكن ماشي فحال شحال. دابا قربنا الروم بوان د رينكو، كانوا كيبيعوا ديك الشيء ضد الطين، عطاوهم هاد المحلات صراحه كانوا ليهن في كاراتيرا اللورا من ليهن، دابا عطاوهم محلات تشوفوا مستفين مزيونين محبقات ومسائل. وصلنا الروم بوان د رينكون، هي هذه غنشبرو الطريق الفوقيه ان شاء الله. جينا من الطريق الفوقيه الاخوان كما كتشوفوا باش نهبطوا من هنا، جينا على السكه باش نهبطوا من هنا محمد وهدايه، ولكن هاد الطريق كامله جينا حنا دافعينهم باش نمشيو وغنتغداو هنايا في واحد الموطا. المهم اخيرا وصلنا هاد، وصلنا الرينكون. عيتي تغداو. اول حاجه نبداو بها السلاد. المهم ديك الساعه نوريكم اذا تفكرت نوريكم المكزاره ملي غنخرج، وهذه واحد المشاغبه هنا دائما كاعيه. المهم هذا هو الغداء ديالنا. الصحه والراحه. ودابا طالعين فحالنا الصراحه العيال عياو، طلعنا راكبين ما قدرناش نطلعوا على رجلنا. دابا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، صراحه خرجت خريجه مزيونه راه بلا نوايا اخوتي خرجت راه فخباركم راه هبطنا بلا فلوس، خارجين غير باسيو هنايا واحد شويه رجعت جبت كاسكيطات جاتنا القايله عاود رجعت. وانا نقول لمحمد انا نهبط كارطه وغنهبط شي صرف في الدار، ما نعرف درشا قلنا نشريو شي حاجه من الزنقه. وصلنا هنايا عاد طاحت الفكره درينكم، ولكن مزيونه قطعوا هدايه، ولكن الفكره كانت مزيونه الصراحه. جاز نهار مزيون، ولادنا تسلاو تبارك الله عليهم، ضربوا مسافه من تطوان حتى الرينكون. يهود عنده 5 سنين وهدايا عندها 8 سنين ونص، صراحه جاز نهار مزيون بزاف. كنتمنى منكم التشجيع تعاليق وليجيم الى فيديو لاحق ان شاء الله الاخر.